أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الموعظة: دعاء جامع مانع. تعرفون رحمكم الله أن الدعاء من أعظم العبادات التي نحن في أمس الحاجة إلى أن نمارسها دائما. وقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه يختار فيه جوامع الكلم رغم إلحاحه في الدعاء ورغم إطالته فيه أحيانا، ولكن أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام أن يختار جوامع الكلم من الدعاء. ومن دلائل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم اكفني ما أهمني من أمور الدين والدنيا والآخرة، اللهم اكفني ما أهمني من أمور الدين والدنيا والآخرة. فهو دعاء موجز ولكنه واف بالمقصود. ومن دلائل ذلك كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. هو دعاء طيب مبارك، ولذلك يجب علينا أن نقتدي به. فإذا كنت مثلا لا يسمح لك الوقت بأن تطيل في الدعاء نظرا لظروف خاصة، أو خفت أن تنسى شيئا من أمهات الأمور التي أنت في أمس الحاجة إليها، تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت بذلك قد جمعت الخير كله. وبين أيدينا الآن دعاء أعتبره جامعا مانعا. وقد ورد في حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعيد، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم. وهم كما ترون معشر السادة والسيدات دعاء لم يترك زيادة لمستزيد رغم كونه موجزا. ومن ضمن ما تضمنه بإيجاز: أولا، التوسل بالأسماء والصفات. التوسل بالأسماء والصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتحه بقوله: يا حي يا قيوم، وهي من كبريات أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا حي، فهو سبحانه هو الحي كما وصف نفسه. يا قيوم، فهو
جل وعلا قيوم السماوات والأراضين كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا حي يا قيوم اعتماد على أفضل ما يقدم بين يدي الدعاء وهو التوسل بالأسماء والصفات. الأمر الثاني أن هذا الدعاء فيه استمداد للعون والتأييد من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يلجأ إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأنت أيها العبد الصالح إذا لجأت إلى الله تعالى أغناك وكفاك، وإذا لجأت إلى غيره ضعت ولم تقضى حاجتك. الأمر الثالث أنه دعاء يعتمد الاستغاثة برحمة الله سبحانه وتعالى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فرحمة الله تعالى هي الملجأ وهي الملاد وهي المعين وهي الزاد وهي الغذاء عند كل احتياج. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رابعا أن هذا الدعاء يطلب الصلاح في كل شيء، يطلب صلاح الحال في كل شيء وفي كل شأن من أمور الدين والدنيا والآخرة. ويشمل ذلك يعني من ضمن أمور الدنيا طلب الصحة وإصلاح الذرية والنجاة من المحن والنجاة كذلك من شر الخلق إلى آخر ما في هذا. وصلاح الحال في كل شيء أيضا من أمور الآخرة، ويشمل ذلك رضا الله والفوز بالجنة والنجاة من العذاب والعون عند الصراط والنظر إلى وجه الله الكريم إلى غير ذلك. ثم أخيرا في هذا الدعاء النبوي الكريم الموجز الدقيق الرقيق إظهار الافتقار إلى الله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون معك دائما، لأنه إذا لم يكن معك فأنت معرض للمهالك ومعرض للوساوس ومعرض للشيطان ومعرض لكل المخاطر التي يمكن أن تخطر في البال. هذا معشر الإخوة والأخوات إشارات، هذه إشارات سريعة بين يدي هذا الحديث النبوي الكريم، أعيد قراءته مرة أخرى مسكا للختام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. معشر السادة والسيدات، نحن في حاجة إلى منن الله، ومننه عظيمة كثيرة تشمل الرحمة والمغفرة والرضوان
وأمور أخرى كثيرة. ثانيا، عندما يتخلى عنك الله فأنت ضائع لا محالة، لذلك فإنك تعتمد عليه وتتقرب إليه وتلتمس منه أن يكون معك دائما، لأنه إذا كان معك يشفيك ويكفيك. وصدق الله العظيم، وهو معكم أينما كنتم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.